بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناتنا على اليوتيوب، أهلا بيكم. شكرا لكل الناس اللي بتبعت لنا، وده بيخلينا نعمل لكم كل يوم فكرة جديدة إن شاء الله عن المطبخ. ده بلح الشام اللي هتشوفوه النهاردة وهنعمله مع بعض، بس بطريقة جديدة وبالكوباية والمقدار مظبوط ومتجرب 100% إن شاء الله يطلع معاك مظبوط. بلح الشام الورد وبلح الشام الأصابع، يلا بينا نشوف هنعمله إزاي. حاجة عشان نعمل العجينة بتاعت بلح الشام، بحط عندي 3 كوبايات من الميه واسخنهم عندي، ادي 3، بحط عندي ربع كوبايه من زيت الذره، بعد كده بحط نص معلقه من السكر، رشه بسيطه من الملح، واسيب الخليط ده يغلي على النار، وبنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الميه اعاير الكوبايتين اتنين من الدقيق، واروح عندي على النار عشان احطهم على الخليط اللي عندي. بعد ما الزيت والمية والملح والسكر غيروا معايا، هبدأ ان انا احط ايه، وبظهر المعلقة الخشب دي ابدأ ان انا اقلب، وبظهر المعلقة ليه عشان العزم بتاعها يبقى كويس جدا وانا بقلب، واسيبها على النار، وطول ما على النار هقعد ان انا اقلب فيها، وافضل على النار هادية جدا، افضل ان انا اقلب فيها العجينة لحد ما احس ان هي تنعم معايا خالص، وتبقى بالاخر قطعة واحدة زي اللي حضرتك شايفاها كده بالظبط. هبدأ اسيبها تبرد شويه عشان ابدا انزل عليها البيض. يلا بينا. بعد ما العجينه بتاعتي بردت لمده 5 دقائق، بص بقت عامله ازاي، تقدري تمسكيها بايدك وفي نفس الوقت ما تبقاش برد قوي عشان تتشرب البيض بسرعه. عندك عجان هتحطي العجينه ديت فيها وتشغلي مضرب الكف وتنزلي بيضه بيضه. طب لو ما فيش عجان كله سهل، لو في اي قشر بيضه وقعت معاكي بتجيبي عندك قشره بيضه نفسها اللي بتكوني طبعا غسلاها اهي، وبتشيلي منها القشر البيضه ديت، بس اهم حاجه تكوني غاسله البيض الاول. وبعد كده بتحط عندك باكو فانيليا، وابدا ان انا احرك العجينه ديت. هتلاقيها بتفصل الاول من بعضها، وبعد كده هتلاقيها بتلم. بعد ما تلم احط لها البيضه الثانيه، وهكذا لحد ما يخلصوا الاربع بيضات. بعد ما العجينه تبدا تتقل كده بمضرب السلك عندي او بالسباتيوله اللي انا عملت بيها، ابدا انزل بالبيضه الثانيه واقلب. العجينه تلاقيها بتفصل منك كده، وبعد كده تبدا تلم تاني معاكي. بالبيضه الثالثه ونفس الموضوع، ابدا احرك هتلاقيها بتفصل من العجينه، وبعد كده بتبدا تلم تاني معايا. بعد اخر حاجه هبدا ان انا احط عندي البيضه الرابعه ونقلب. هتلاقي العجينه نعمت معاكي، ابدا ان انا اشيلها واحطها في الثلاجه لمده ربع ساعه، وبعد كده نبدا نقطعها بالكيس في الزيت البارد. بقطعها بالكيس في الزيت يكون بارد وما يكونش ساخن، واوريها لك دلوقتي. بعد ما خدت بقى البيضه الرابعه، شفت بقى واخده المطه دي ازاي، والعرق ده مهم قوي التقليد كده في الاخر لحد ما العجينه تحس ان هي نعمت معاكي وادتك الملمس الرائع ده. يلا بينا على الزيت. فجيب عندي القمع بتاعي زي اللي هو اللي انت شايفاه ده، حلو الكلام. في ناس كتير بتغلط وتقول لك لازم كيس قماش، لا هو مش لازم كيس قماش. بص حضرتك الكيس عامل ازاي، الكيس البلاستيك اللي هو استخدام مره واحده، تحطي فيه القمع هنا تمام، وتجيبي عشان تبقى البلبله لها روح تقطعي حته صغيره، وعشان البلبله تكون لها روح تقطعي حته صغيره من فوق بس المقص. بصي بقى لها روح ازاي، مهما ضغطت عليها البلبله القمع ده عمره ما هيطلع بره الكيس. بجيب دي وبفتح الكيس كده، واحط عندي العجينه اللي ارتاحت عندي في الثلاجه لمده ربع ساعه، واكون مغطيها، هقوم واخدها وحاططها عندي في كيس بتاعنا، واقفل اهي. وبص بقوم جاي من الحته دي في الاخر كده، واقوم ايه واخدها كده اهي، انا كده جاهز عندي للتقطيع لبلح الشام. يلا بينا على الزيت. طاسه عندي على النار، ما اكونش مولع فيها، ما اكونش مولع عليها النار، ما اكونش سخنه. ابدا انزل عندي زيت القليه، لسه ما ولعتش النار خالص، ايديا كده في الزيت، صابعتها في الزيت، وابدا ان انا اخدها كده ونقطع. بصي اهي تنزل ونقطع، وبعد كده ابدا ان انا اشغل عليه النار واسيبه عندي لحد ما يبدا يطلع معايا، والحجم بتاعه ده هيتضاعف معايا. واللي ما يعرفش يقطع بايديه ممكن يقطع كده بالمقص،
واهم حاجه بقى لما نيجي بلح الشام يطلع كده ما نحاولش ان احنا نقلبه في اي حاجه ستانلس او اي حاجه معاه، بس نتفصل كده ونقعد نمسك فيها بس بالراحه عشان الزيت ما يطلعش بره. في نفس الوقت انا كده بقلب بلح الشام، اهم خطوه، واسيبه لحد ما ينشف خالص ويحمر. وبعد ما اتاكد ان هو نشف معايا ابدا ان انا اقلب فيه بقى براحتي خالص وما تلاقيش من اي حاجه، واتقلب فيه لحد ما يبدا ياخد اللون الذهبي الغامق وابدا ان انا اطلعه. بعد ما الملح الشام عندي خد اللون الذهبي ده هبدا ان انا اخده كده واصفيه كويس وانزل عندي في الشربات اللي احنا عاملينه البارد. زي ما انتم شايفين الصوت اهو، وابدا ان انا اقلبه في الشربات بتاعنا التقيل البارد اللي احنا عاملينه، سيبناه يبرد واسيبه عندي اهم حاجه في الشربات ده لمده ربع ساعة، وبعد كده هبدأ ان انا اصفيه. اهم حاجة وانا بقلب سامعين الصوت بتاع بلح الشام والقرمشة بتاعته الجميلة. بجيب ايديا تكون عليها زيت، وممكن اقطع التقطيعة دي شايفة، وتقوم واخدها وحطها في زيت بارد اهي، بعد ما تصفى كويس بلح الشام الورد الجميل. بص عامل ازاي الشكل، عامل ازاي والشكل والدنيا وايه، واخد الشربات بتاعه وبلح الشام الصوابع. هبدا ان انا اخدهم ونرصهم عندي في الطبق عشان نعمل الشكل النهائي لهم واوريك هيبقى عامل ازاي. زي اللي انت شايفاه ده كده عشان وان باينت، يعني عشان يتاكل على بق واحد مش هقعد فيه كتير اكله، فانا عامل ببله صغيره او بالقمع صغير عشان الفكره دي. ابدا ان انا ارص، اوبا 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 اوبا، الله الله. وادي الشكل النهائي عندنا لبلح الشام الورد وبلح الشام بالاصابع. عملنا لكم النهارده الحاجه بشكل جديد وبشكل بيتي ومختلف وبالكوبايه. طيب ناقص حاجه يا محمد تاني؟ اه ناقص يا باشا التاتش الاخير بتاعنا، وهو صوص الشوكولاتة. يا دلع دلع، هات بومب العيد وولع اهو. ادي الشوكولاتة من فوق، ولو ممكن عندك شوية فستق تبدأ ان انت تحطيهم على بلح الشام الورد. وادي المخرج الجميل ايه كهو يبدأ يستعرض مع بعض الحاجة بتاعتنا، وادي بلح الشام اللي محطوط عليه الشوكولاتة. بشكركم جدا، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش اهم حاجة تدعمونا بسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد في عالم الحلويات والمطبخ. اشوفكم على خير، السلام عليكم.